عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم مقطع جديد أو فلوج جديد. لما يا جماعة الخير، أنا وايد فرحان أني قاعد أصور لكم سيارة أحلامي. السيارة هذه كنت أتمناها من تقريبا سنتين، يب والله من سنتين، وهذه السيارة في خاطري أني أشتريها. والشيء الحلو نفس ما شايفين انتم بالعنوان، اشتريتها يعني نص مبلغ السيارة هذا اشتريتها من دعم اليوتيوب، وهذا ولله الحمد، ألف 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 الحمد لله. طبعا تعرفون أني أنا موظف قبل ما أصير يوتيوبر صح؟ فشو اللي صار، أنا قاعد أجمع من أول يوم تفعل عندي خيار الدعم في اليوتيوب، قاعد أوفر المبلغ هذا بحساب مختلف، وقاعد أستخدم راتب الدوام راتب العمل، وما لمست أي شيء من دعم اليوتيوب، من إعلانات من شركات. كل إعلان سويته في اليوتيوب أو بالسوشيال ميديا كان في الحساب هذا، والحمد لله بفضل الله تعالى دفعت شوي من عندي، يعني من مجهود الدوام ومن دعم اليوتيوب، وجبت سيارة الإحلامي. طيب خلوني انا سيبه، انا ما عندي خبره بالسيارات صراحه، بس السياره هذه يعني اعرف عنها كم من معلومه لانها كانت سياره احلامي وما زالت بالمستقبل بعد. لكن قبل كل شيء شكرا يا رب، ثم شكرا لكم انتم على دعمكم. لو انتم ما كنتوا تدعموني، ما كنتوا تشوفون مقاطعي، ما كنتوا يعني تحطوا لايكاتكم الامور حلوه هذه، ما كنت بجيب السيارة هذه للأمانة. الحين خلوني شوي أشرح لكم شو السيارة هذه وشو مواصفاتها. السيارة هذه مثل ما انتم شايفين مرسيدس E450، السيارة رياضية بحت، اسمها E450 من فئة AMG، طبعا معروفات فئات AMG في المرسيدس اللي هم فئات السبورت. طبعا السيارة 6 سلندر وقوة المكينة 3.0 و362 حصان للمودات العادية، لأن السيارة تبارك الرحمن فيها 4 مودات: سبورت، سبورت بلس، انفيدول اسمها أو شيء كذا، كومفورت والأكو. شكل السيارة أنيق وفخم، والسيارة طبعا كوب يعني باب واحد، ويكفي فخامتها يا شباب. نفس ما قلت لكم السيارة سبورت من الدرجة الأولى. مميزات السيارة ما شاء الله وايد كثيرة، بحاول أعدد لكم وإن شاء الله ما أنسى شيء. أول شيء يا شباب عندك الترنك، في حساس تحت يفتح لك الترنك بس برجلك يا شباب، تمر رجلك تحت يفتح لك الترنك، ما شاء الله تبارك الرحمن. وترجع تسوي نفس الحركة، أيوة يرجع يسكر. طبعا الحركة هذه مسوينها للناس اللي عندهم أكياس طالعين من الجمعية من البقالة، ما يرمون يضغطون على المفتاح، يجي بس يمر الرجل تحت ويفتح معه، أو أنك تضغط على شعار مرسيدس على فوق يرجع يفتح لك مرة ثانية وترجع تسكر من هنا، أو تسوي نفس حركة الرجل تمررها بس تحت. هذا مفتاح السيارة، المفتاح مرة فخم. طبعا عندك زر انك تقفل السيارة، تفتح السيارة، تشغيل عن بعد، صوت الانذار، وتفتح مرة ثانية الترنك اللي هو ترنك صندوق السيارة. طبعا لما تقفل السيارة المرايات هاي ترجع تسكر داخل، ولما ترجع تفتح السيارة يطلع لك إضاءة تحت وتشوف شعار AMG على الأرض يكون موجود، بس حاليا طبعا شمس ما يبين. خلوني أوديكم داخل السيارة ونشوف المواصفات الداخلية والشكل الداخلي. افتح السيارة، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا السيارة أحمر وأسود من الداخل، رياضية السيارة بحت، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف الفخامة يا شباب، شوفوا كيف الفخامة. السيارة أبد ما هي ضيقة، لا تقول إنها باب واحد وضيقة، لا بالعكس مساحة كبيرة اللي يقعد أمام أو اللي يقعد خلف. خلونا نشوف المقاعد الخلفية، طبعا كله كهربائي. شوفوا السيت راح يرجع يتقدم لحاله، بس إنك مجرد إنك تلمس هنا يتقدم لحاله. هذه القاعدة الخلفية، طبعا عندك 2 للكوفي والامور هذه، وعندك حتى الدواسات عليها شعار AMG. نرجع نسكر ونفس الشيء، شوفوا من اول ما ترجعه لحاله يرجع السيت. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الفخامه يا حبيبي، شوف الفخامه. طبعا لون الاسود فخم جلد، والحزام لحاله يطلع لك يبيك تلبس الحزام او انك ترجع تنزله. شوفوا راح يرجع يدخل الحين، خلوني البس الحزام. ايوه دخل مثل ما انتم شفتوا. طبعا انا ما بيلبس حزام لانه بس واقف في الباركينج. السياره فخمه بشكل ما تتصوروها. من مميزات السياره كذلك انها نص هايبرد ونص عادي فيول. خلوني اسكر الفتحه بالله، سقف طبعا بانوراما يا شباب، بس سكرت لانه مره حر. نرجع نسكر مره ثانيه، ايوه. طيب السياره مثل ما خبرتكم نص هايبرد ونص عادي، يعني لو تلاحظ الحين عندي زر او خيار اسمه تشارج، هذه كل ما تضرب بريك او تكون على نزله. خلونا نراويكم اياها بالله، هذه اول ميزه ابي اشرح لكم اياها، بس خلوا عينكم على زر التشارج اللي هو بالاخضر. خلوني مثلا اسوق شوي، دقيقه بالله، والحين نضرب بريك راح تشوف. ايوه شوف العداد راح يزيد،
عداد التشارج هذا قاعد يولد لي حركة احتكاك بين البريك، فكل ما أضرب أنا بريك يعطينا قوة كهربائية ويزيد عندي العداد، يعني تصير السيارة كهربائية، تتحول لكهربائية بدل ما أنها تكون فيول. كذلك السيارة فيها 8 كاميرات يا شباب 360 مثل ما أنتوا شايفين، أو أكثر 12 أو 13 كاميرا. طبعا عندك الباركينج اللي هي تصف السيارة لحالها، تطلع يعني يطلع لك الباركينات الموجودة أمامك يقريها الجهاز وتقدر تباركين. وعندك الكاميرا الأمامية، وعندك الكاميرا الأمامية مع 360 الكاميرات العلوية من فوق، شوفوا شيء روعة صح. وعندكم الكاميرات الجانبية كذلك، وعندكم كاميرات الخلفية، وعندكم الخلفية مع 360. خلونا أوقف في الظلة. مثل ما تشايفين عندنا احنا شاشتين يا شباب صح، كل شاشة لها مميزات. طبعا هنا عندك العداد، العداد هنا يمديك تسوي شغلات كثيرة، على سبيل المثال يمديك تغير المودا. طبعا هنا كلها تتش يا شباب، الأوامر هذه للشاشة الأمامية، الأوامر هذه للشاشة هذه. طبعا هاي بعد تتش كذلك، يمديك تتحكم فيها بالماوس. خليني أراويكم الشاشة هذه بس على السريع، فيها أكثر من مود. مثلا أغير الشكل، أنا أخلي مثلا شكل، نروح على، خلينا أقرب لكم أفضل، أيوة بالضبط كذا، ستايل أند ديسبلاي. فلما نضغط يقول لي شو تختار، نحط مثلا، خلينا نحط كلاسيك مثلا. شوفوا هذا شكل الكلاسيك، راح يتعدل العداد. طبعا يمديك تغير الخريطة من الأمام أو من الخلف، أو نروح يمين مثلا نحط الخريطة هنا، أو نحط الساعة، نحط البوصلة، نحط اللي تبيه. شوفوا مثلا حطيت الخريطة على اليمين، وهنا كذلك يمديك تغير العداد اللي على اليسار، يمديك تغير وايد شغلات. طيب هذه هي الفكره بشكل عام عن العداد الموجود هنا. مثلا خلونا نحط لكم سبورت، سبورت صراحه رهيب. خلونا نروح على السبورت، شوفوا عندك سبورت وسوبر سبورت. خلينا نحط سوبر سبورت. شوف يا حبيب سوبر سبورت كيف، شوف 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 شوف، دقيقه خلينا نحطه بس على اليمين. نفس الشيء على اليمين، يمديك تغير وتسوي شغلات. ايوه هنا سوبر سبورت، فشوف لما تدعس يا سلام. طيب الحين نجي للشاشه هذه، الشاشة هذه فيها شغلات كثيرة يا شباب، ما أعتقد راح أخلص بسرعة. عندك الجوال، خريطة، راديو، الميديا، فيديوهات، يوتيوب، نتفليكس، كل شيء. طبعا عندك كار بلاي وأندرويد أوتو. طبعا هنا عندك الكومفورت، يمديك تغير إضاءات السيارة. طبعا هنا كل إضاءات تستوي بالليل، راح أرويكم إياها إن شاء الله بالليل. وعندكم هنا البرفورمانس، يمديك تعدل عدادات السرعة وعدادات إلى آخره. نجي على الخيارات الموجودة هنا، هذه هي نفسها حق الباركينج، حق الحساس تطفيها ولا تشغلها لما يصير لك صوت تي 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 تي. فهذا هو الصوت، يديك تطفيه من هنا. انا عندي اهم شيء هذا الزر ابي اقول لكم اياه، اللي هو الدايناميك. لما تضغط زر دايناميك يجيك اكثر من مود. شوفوا عندك سبورت بلس، اول مود اللي هو الانديفيدوال اللي هو العادي كاستم، انت تختار شو تبي. عندك السبورت بلس، وعندك سبورت العادي، وعندك الكومفورت. طبعا يوم تحط سبورت بلس صوت السياره خلونا نسمعكم بالله. الحين انا حطيت سبورت بلس، انا خلونا نسمعكم صوت اللكزوز وانا داخل السياره كيف راح يكون. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وكذلك من المواصفات الموجودة في السيارة، فيها السائق الآلي، إن السيارة تسوق لحالها، بس أنا صراحة ما أضمن في الشيء هذا. وعندك كذلك الخروج عن المسار، السيارة أول ما تخرج عن المسار السيارة يطلع لك صوت تنبيه ويرجعك مرة ثانية للسيارة. وعندك إن إذا كان حد قدامك وضرب بريك كذلك السيارة تضرب بريك. فيها طبعا حساسات، وفي شو اسمه اللي هي الهوت سبوت اللي هو النقطة العمياء، واحد يطوف من عندك أو يبي يدعمك السيارة كذلك تطلع أصوات. السيارة يعني أنا أشوفها ما شاء الله ما شاء الله ذكاء اصطناعي، ما شاء الله كل شيء فيها مواصفات. والبنزين ما يصرف، نفس ما خبرتكم هاي السيارة أنا يعني اللي عندي أنا طلبية خاصة، لأنها نص هايبرد يعني نص كهربائية. كل ما أضرب بريك تولد لي طاقة وتكون عندي، يكون عندي كيلو وات أكثر يا شباب. فبس هذه فكرة الفلوج يا جماعة الخير، راح أحط لكم مقطع الحين للقيادة الليلية، وبعدها راح أرجع لكم هني وأختم المقطع. هذه الإضاءة الليلية يا شباب ما قدرت أتحمل أن يعني يوصل الليل وأصور لكم، فدخلت باركينج تحت الأرض في المول علشان بس أراويكم الإضاءات. هذه الإضاءات مثل ما أنتم شايفين، طبعا يمديك تغيرها ألوان كذا، طبعا أنتم عارفين أكيد ألوان المرسيدس. فهذه هي الإضاءة اللي كنت أقولها لكم. طيب يا شباب وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يا رب يا رب الله يرزقك، يا أنت يلي تشوف الفيديو هذا الله يرزقك نفس السيارة هذه وأحلى يا رب. لا تقول لا مستحيل، قول أنت يا رب ما تعرف، الله قادر على كل شيء والله. فيعطيكم العافية، إذا تبونا ننزل فيديوهات أو فلوقات أكثر اكتب لي تحت في الكومنتات، أيوة يا عيسى نزل فلوقات أكثر وأنا جاهز بصور لكم في السيارة يومياتي بشكل عام، ويعني الامور هذه بدخل موضوع الفلوجات في القناه. يعطيكم العافيه، كان معاكم عيسى 400، سلام.